تعالي لي بكره وهدخلك. لا يا ستي فاروز، مش كل مره تعمليها معايا. لا انت المره اللي فاتت تبعتين التامينات والمعاشات في مدينه نصر، بعدين يردوني عليك عشان الختم البيضاوي. يعني اروح لعمر الناس عشان اخش للسلطان؟ لا ما تروحيش لحد، انا هدخلك. خلاص ما تزعليش، ارجوك هكون شاكره افضلي. حاضر. فين البنتين اللي جم النهارده الصبح؟ ازيكم يا جواري كسر واطير وارفرف في الفضا واعمل بيبي في الفضا. القرف ده، انتوا داخلين كباريه ولا ايه؟ اسمك ايه يا بنت منك ليها؟ انا اسمي سندرين. اسمك ايه؟ سندرين والدلع صندوق. وانت يا بنت اسمك ايه؟ ام سيد. ايوه جاريه بالليل والصبح بتبيع فجر. ايه الاسامي دي؟ اسامي دي؟ وانت اسمك ايه يا حلوه يا اختي على كده؟ ده اسمك ايه؟ انا اسمي فيروز. طب ما انت شوبس رمان حطت عليكي في السوق. الفيروز ايه؟ لا لا لا، ده انتوا عايزين لكم قاعده لوحديكم. سيبهم لي. نسيبهم لك ايه؟ هو الحرام لك لم ولا ايه؟ دول جواري، دول دوالي. وانتي متضايقه ليه؟ خلي الصنف كله يبقى كده عشان السلطان ما يشوفش غيرنا. يا بنتي دول اشكال عجر. اتكلمي كده تاني يما. اهو يا اختي يا حلوه. ايه ده، انا عرفت دي مين. مين دي؟ من الجواري القدامى اللي بياخدوا نص تذكره في المترو. طب ما كرموها وتقعد في البيت وما تضايقناش. اهو انا بقى اللي عرفتك يا باك شنتي. ايه يا اختي؟ مش حضرتك الاسد اللي كان مع استاذ عادل امام في المسرحيه؟ يا بكشة تعالي تعالي نمشي يا ست بركة. عاملة بني آدم قال. يلا يلا يا ماما نونة، اتكلي على الله. يلا يا حبيبتي. والله دي ما جارية، دي صدقة جارية. فاكراني هسكت لها؟ ده أنا لساني متبري مني. أيوة. أنا مش عارفة إيه المناظر اللي جايبينها لي دول، يبقوا جواري. مناظر إيه يا حبيبتي؟ بس بس بس، دي هتردي عليها ولا انبطي يا مفروشة؟ انكدي يا اختي. هي يا اختي مفروسه، بصي على شعرها، بصي على شعري، كلبه بلدي واقفه. والله وقفت قدام المرايه قعدت اسبح ربنا، ليه كده تديني الجمال ده؟ خد ودي حد محتاج. انا حلوه وزي الفل، وانا غنوه في بقي الكل. حلوه دي يا كدابه، ده انت القطر ماشي على وشك 50 مره. هم 40 بس يا اختي. وبعدين ايه الجاريه اللي جايبينها لي دي؟ شبه قدره الفول. تاخدي حبه. ازاي ده انا كبرت الجواري؟ يعني كبرت الكهنه. الله يحزنا. يا لا يا ملسان طويل، يعني مفيش واحده فيكوا تقدر تشم ريحه السلطان الا بامري. ليه معاك البرفيوم بتاعه؟ على مزهه، على مزهه. ما تقرصيش عليها في الضحك يا اختي، مش قادره. وانتوا فاكرين نفسكوا سيع؟ ده نصيع منكم، ده انا عديت باي حاجه انتوا عديتوا بيها 7 مرات. ليه والده؟ خير، اللهم اجعله خير يا اختي. يا رب كتر الضحك ده يكون ابو محمد جه من العراق. يا رب يا اختي. اعرفش دايما بيقولوا كده بعد ما بيضحكوا. يا رب خير. اموت واعرف انت جاريه ازاي. جاريه كده يا حبيبتي، جاريه. جاريه ايه؟ جاريه ولا مش جاريه؟ ما سألتنيش يا اخت انا ابقى ايه؟ تبقي ايه؟ انا جارية وراها. يا لا يا لا. يا امه عدي بس بس، تعبت تعبت يا بنت. يا اخت انا خايفة تكون الانبوبة فضيت. لا ما هو الضحك ده هيبقى وراه مصيبة. لا والله وراه مصيبة. بس بقى فرهدت من الضحك وربنا. تعالي تعالي كده، تعالي انتي يا بنت كده. ايوه يا اخت اجيلك وانا اخاف. هي السنه دي راحت فين؟ راحت في حرب اكتوبر. وهم ضربوا الصاروخ عليها هي بس؟ ضربوه هنا وطفى في لساني. ما تتكلميش معانا هرد الكلمه بعشره.
شاوري يا اختي. والله اعلم ممكن نلاقي على الاشاره حاجه نقولها. بص احنا جايين من الشارع. سيع ما وريناش حاجه. ايوه جايين من الشارع بس انتوا في بلاط اعظم سلطان. سلطان ومركب بلاط ما يركب بروسلين. انا مش فاهمه ازاي السلطان ممكن ياخد واحده منكم محزيه. ياخد واحده ايه؟ محزيه. حسب يا اختي، محزيه رز ولا محزيه فريك؟ شفتي الخيال؟ أيوة. ربطت المحظية بالحمام، خيال والله. بصي انا حلوه وزي الفل وانا غنوه في بقي الكل. يا بنتي ده انت كدب بينقط منك. طب انا عايزه اشوف السلطان لما يجي هتبقي عامله زي انت وهي. اعملي انت السلطان واعملي انت الجاريه. هعمل يا اختي السلطان. ما عملتش السلطان ليه يا بنت؟ سلطان رزقي جاي لك. اعملوا سلطان. يلا يلا يا جواري. امر مولاي. تعالى يا روش. تعالى عايزين يلا بي. ايه رايك يا روش؟ هتقولي للسلطان يا روش؟ احنا عاملينه سلطان مجدع شويه. انت بتقابليه على نصه الشارع يا بنت؟ ايوه صح. بقول لك ايه، اعملي انت السلطان اعملي انت الجاريه. ايوه يا اختي انا في الجاريه زي العسل والله. ولا هيفرق ملواي. كيف حالك يا ما جاريه مشعره؟ ايه ده بجد؟ يعني ايه بجد جاريه مشعره؟ لا كلمني يعني ايه بجد؟ يبقى فكرنا البس بكره بادي كارينه بكم. ده تعملوا جاريه من قسم المحجبات؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي يا مولاي نعمل اتنين شقلباز. يلا نتشقلباز. يلا بينا يا شقلباز. يلا. يخرب بيت تقل دمك. ايه يا بنت القرف ده؟ عندها حق، انا صاحبك وقرفت. يا اختي انا انفع في الجاريه، انا حلوه وزي الفل. وانا غنوه في بق الكل. والله العظيم هتجيبي لي السكر. اجيب لك معبك وشاي. اسكتي يا اختي ما تسيبينيش اتكلم. اسكتي. ده انا معبيه. يا لهوي يا انا مش قادر اقعد معاكم. يا كريمه يا فهيمه تعالوا بسرعه. كريمه وفهيمه. ايوه جايين. بقول لكم ايه؟ ربع ساعه، ربع ساعه بس. تعلموهم كل اللي عرفتوه، ماشي؟ عينينا. أعوذ بالله يا ربي. يلا بقى، يلا احنا نظهر لهم ونقول. لا نظهر لهم ايه؟ احنا نختبرهم بفرصة. يعني نشوفهم بيحبونا ولا لا؟ أمال إيه؟ افهم بقى. يلا الدخلة. أوعى، عاملين إيه؟ إزيك يا أختي؟ إزيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ أنا منيحة. منيحة؟ أنت منين؟ أنا لبنانية. لبنانية. وأنت؟ بولاقية. شو؟ بلاقية زي اللبنانية كده يا حبيبتي. امال ايه؟ طب انتي كيف جيتي عهون؟ جيتي عهون؟ فكرتني بالذي كان والذي مضى يا اختي. انا واحد ضحك عليا وخلى الدنيا تلف بيا تلف بيا تلف بيا كاني لابسه سيموليتور. لف بيا لف بيا فجلت نفسي انا والله يا اختي يا حبيبتي. خلاص حياتي ما تبكي. طب انتي شو كنتي بتشتغلي قبل ما تيجي عهون؟ كنت بعمل افلام ثقافية. بثقف الناس واوعيهم. امال ايه؟ لازم اثقفهم واوعيهم من الخطر القادم. انا الخطر القادم. امال ايه؟ عارفه الجمجمه اللي عليها اكس؟ ايه؟ اهدي الجمجمه وانا الاكس. خلي بالك بقى بعد كده ان شاء الله راح تنبسطي هون معنا كتير. ان شاء الله الاقي حد يبسطني ويقدر الامكانيات. حكمانه حاجه ايه في الاوبشن؟ تقفيل خليجي ودي تقفيل صعيدي. انت بقى كنت مرتبطه يا حبيبتي؟ ايه انا كنت مرتبطه بشخص كان كتير معفن. يا بنت الكلب. شو؟ امي تعبانه عندها القلب والله. يا حبيبتي يا اختي كان معظم هيك وما عنده لحم، كان معصعص. ده على اساس ان ده زبادي يعني ولا ايه؟ وكان اصلع ما عنده شيء نتفت شعريه براسه. انت بتتكدبي. كدبه قوي دي. طلعت مش طايقاه. يا لهوي. بص بقى على الاصيله، اوريك الاصيله. بص عليه. ازيك يا اختي؟ تعيشي يا اختي تعيشي. والله انا قلبي ارتاح لك يا اختي. وانا كمان بقول لك ايه، انت اللي حدفك على هنا؟ جيتي هنا ازاي؟ التنسيق. والله كنت مقدمه سلطنه اسكندريه جابوني هنا. والله توزيع جغرافي وقصه مالكيش فيها يا اخي. يلا الحمد لله. الا انت مرتبطه؟ حبي الاول والاخير. سامع سامع الاصيل. كلميني يا اختي عنه، كلميني عن شكله. شكله ما يضحكيش عليه. زي الملايكه زي البومي. دخل علينا بالشمال كان ادم وادم نحت.
هي بتهزر. اسمع بس يا اختي، طالما شكله بومه يبقى اكيد شخصيته كانت قويه. امال ايه؟ لا في دي الحق يتقال يا اختي، ده كان يمشي يجري مصر كلها وراه. يا كان شخصيه جامده. كان حرامي غسيل معفن. يا عم هي بصي يا اختي، لما هو كده ولا كده يبقى اكيد كان في ميزه، كان حنين. عارفه ده كان حنين قوي، حنيه الجاموسه على عيالها. ربنا مش مقدرها تقول كلمه حلوه. اقول لك حاجه، تعالى نظهر لهم ونفاجئهم. يلا الظهور لعائله الوكيل، الظهور لعائله الوكيل. يلا نظهر لهم. يلا بخ، لما اقول لك بخ بخ. يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. يا سفلة مش عارفيننا بتشتغلونا وطلعتوا ما بتحبوناش، واحنا اللي قاطعين مشوار عشانكم. احنا كنا عارفين انه انتوا. هو انا ليا غيرك؟